أعلن رئيس فريق شبيب القبائل يزيد ياريشان سهرة اليوم الخميس استقالته بصفة رسمية. يزيد ياريشان قرر الرحيل عن البيت القبائلي بعد الخسارة أمام مولودية الجزائر بهدف يتيم دون رد. كما قال ياريشان عقب اللقاء: أن الفريق يتعرض للتحطيم وأنا لا أشارك في تحطيمه. وتولى ياريشان مسؤولية قيادة النادي القبائلي خلال الصائفة الماضية خلفا لشريف ملال.